إذا ناخذ أول خمس دقائق نطلع قديش عدد عندي اللي دخلوا. عندي أربعة إن، الأربعة إن هذول طلع منهم، هذول طلع واحد واثنين واثنين، فهذول الخمسة أربعة منهم إن وواحد منهم إنترفلو. فلو جينا حطينا هلأ هون خلاص راح أجمع أنا الخمس دقائق كلهم، فراح أخذ الإنكومينج ونجمعهم شحطة والأوتكومينج والإنترفلو. قديش عندي طلع هون؟ كان عندي أربعة إنكومينج وعندي واحد إنترفلو، مظبوط؟ خلصنا ووصلنا عند هون. هلأ نيجي عند الثالث، الثالث دخل إن وطلع مش هيك، فعندي واحد أوتكومينج. بعدين نكمل من هون، دخل عندي عشرة، العشرة هذول اثنين وسبعة وواحد، ما فيش شيء تاني غير إنكومينج، فهذا هون عشرة، مظبوط؟ ننزل هون الخمسة طلع عندي واحد، وبعدين طلع اثنين واثنين، بس في واحد وواحد مش هيك، فخمسة إنكومينج وإيش كمان؟ واحد إنترفلور، فخمسة واحد. وين وصلنا هون؟ مظبوط؟ هون احنا عندنا خمسة كان، هاي واحد واحد واحد، وبعدين عندي هون كمان واحد ان، مظبوط؟ وصلنا لوين؟ وصلنا لهاي. هلا رحنا على ال11، هذا الواحد من وين اجى؟ في اثنين انترفلورش، وين ها؟ هي 1 ان وهي كمان قبلها 1 ان 6 اه اوكي 6 والسته راح على 11 مش هيك؟ اذا هذول اثنين انترفلور، مزبوط؟ هذول هيك اثنين انترفلور، وصلنا لحد هون. هلا دخل عندي اربعه من 11 لاربعه، نزلنا اربعه لخمسه، هذول اثنين واثنين، مزبوط؟ اذا هذول اربعه كمان انترفلور، بس عندي دخل واحد هون، مزبوط؟ هذا اوتكم. بعدين دخل ستة، الستة راحوا أربعة وواحد وواحد. وين وصلنا؟ الستة راحوا أربعة وواحد وواحد، مظبوط. هلا جينا هون ثمانية، هذا كله إنكومينج، مظبوط؟ ثمانية أربعة واحد واثنين وواحد، مظبوط؟ هاي ثمانية. وبعدين عندي هون ستة واحد واثنين وواحد، ستة ستة واثنين، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة وواحد واحد واحد، كلهم الستة هذول إنكومينج. نجمع الإنكومينج كلهم، أربعة وستة عشرة، وعشرة عشرين، عشرين وخمسة خمسة وعشرين، ستة واحد وثلاثين، وثمانية تسعة وثلاثين. أوتكومينج اثنين والإنترفلور أربعة وثلاثة سبعة. أعطوني النسب. إذا الآن 39 و 39 و 2 41 و 7 48. إذا بستنتج من هذول نسبة الإنكومينج والأوتكومينج والإنترفلور قديش الإنكومينج؟ 39 على 48 81%. 81% أوتكومينج 2 على 48 1 على 24 4.2%. وخلينا نكمل هذا بحيث انه يكمل على 100%. هاي بتصير 85.2 بالعشرة، فبتصير 14.8 بالعشرة مش هيك؟ فالانترفلور هون مش مهمل، ما بقدر اهمله، مظبوط؟ خلينا عشان نحلوه هلا ونظبط الرقم الاخير.